بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ومرة أخرى مع كتاب بيالي كومبخوند. في هذه الفقرة سنرى هذه القصة من هذا الكتاب. كان الرحيل عندنا بوسويفي باغليلو، بوسويفي باغليلو، بوسويفي. إذا نتكلم عن لوفارب بوسويف، كما نلاحظ نتكلم عن لوفارب بوسويف، كما نقول طارد. طبعا بوسويفي يعني مطارد، بوسويفي يعني مطارد. من هذا الفعل عندنا لا بوسويت، طبعا ومن هذا الفعل عندنا لا بوسويت، كما نقول مطاردة لا بوسويت. طبعا هنا عندنا بوسويفي كما قلنا يعني مطارد، باغ ليلو من طرف الذئاب، ليلو الذئاب. إذن عندنا هنا ليستوار سو باس اون سويد، ليستوار سو باس اون سويد. طبعا ليستوار المقصود بها القصة، وممكن تعني في حالات أخرى التاريخ. ليستوار، ليستوار سو باس اون سويد، إذا نتكلم عن القصة أنها حدثت. طبعا عندنا لوفارب، لوفارب سو باسي، لوفارب سو باسي المقصود به فعل وقع أو حدث. اون سويد يعني في دولة السويد. ليفير اي تخي فخوا، إذا نتكلم عن فصل الشتاء. اي تخي فخوا أنه جد بارد. كلمة ليفير كلمة مذكرة، كيف نستنتج هذا؟ طبعا من كلمة فخوا. طبعا في المؤنث نقول فخواد. ليفير اي تخي فخوا، إذا نتكلم عن فصل الشتاء أنه جد بارد. ان نوم فواياج دون زان تخينو تيغي با ان شوفال، ان نوم فواياج دون زان تخينو تيغي par un cheval. Un homme, إذا نتكلم عن رجل. Voyage, c'est le verbe voyager, هذا فعل سفرة. Dans un traîneau. طبعا traîneau المقصود به هد، وسيلة النقل. طبعا في البلدان التي يكون فيها ثلوج كثيرة، في البلدان المعروفة بالثلوج، طبعا هاد الآلة، هاد الأداة أو هاد وسيلة النقل تسير على قضبانين من خلالهما تتزحلق على الجليد. Un homme voyage دون زان تخينو، إذا نتكلم عن رجل أنه يسافر على هاد وسيلة النقل. تيغي، تيغي، طبعا نتكلم هنا على لوفارب تيغي، لوفارب تيغي يعني جرة. أن تخينو تيغي، نتكلم عن وسيلة نقل مجرورة. تيغي باغ أن شوفال مجرورة بحصان. سي تان طونليي، سي تان طونليي، طبعا طونليي المقصود به هو لو فوندور، لو فوندور، أو بيان لو بخوديكتور دي طونو، لو بخوديكتور دي طونو. طبعا لي طونو المقصود بها البراميل. إذا نتكلم عن بائع البراميل أو صانع البراميل يسمى طونليي، سي تان طونليي. إذا إنه صانع البراميل أو بائع البراميل إلى غير ذلك. لو تخينو إي لور دو مون شارجي دو طونو إي دو كيف، إي دو كيف. إذا لو تخينو، إذا نتكلم عن وسيلة النقل المجرورة بالحصان، طبعا المتزحلقة على القضبانين على الجليد. إذا هاد لو تخينو إي لوغ دو مون شارجي، إي لوغ دو مون شارجي، إي لوغ دو مون شارجي، يعني أن محملة بشكل ثقيل، محملة بشكل ثقيل، المقصود أن متقلة. دو طونو يعني أن متقلة بهاد البراميل. إي دو كيف، إدو كيف، طبعا إدو كيف، طبعا لي كيف ممكن أن تعني البراميل الخاصة بالخمور، وممكن تعني أيضا الصهاريج، وممكن تعني الصهاريج تماما كهاد الصهاريج الذي نرى هنا الصغير كما نرى هنا، هذا يسمى كيف. إذا سنرى هاد القصة. سيتي بون ليفير، إنه كان، لقد كان pendant l'hiver، أثناء فصل الشتاء. c'était pendant l'hiver، لقد كان أثناء فصل الشتاء. ليلو لو poursuivait، ليلو، ليلو لو poursuivait، يعني أن الذئاب لو poursuivait، يعني أن كانت تطارده. طبعا عندنا هنا لو verbe poursuivre à l'imparfait، poursuivre conjugué à l'imparfait. طبعا لامبارفي هو واحد الزمان اللي تنصرفوا فيه واحد الفعل لكي يفيد بأن هذا الفعل حدث في الماضي لوقت معين،
ليلو لو بورسويفي يعني أن الذئاب كانت تطارده. Il était environ une dizaine. Il était environ une dizaine. يعني أن كانت تقريبا عشرة. Et le cheval était mauvais coureur. Et le cheval était mauvais coureur. ثم أن الحصان était mauvais coureur. طبعا coureur هذه تأتي من فعل courir فعل جرى. Le coureur يعني الجاري كما نقول الأداء. إذن et le cheval était mauvais coureur يعني أن الحصان كان عداء سيئا. كان عداء سيئا. والحصان كان عداء سيئا. Il y avait bien 3 km jusqu'à la prochaine ferme. Il y avait bien 3 km jusqu'à la prochaine ferme. Il y avait bien. يعني أنه كان جيدا كما نقول 3 km. كانت هناك 3 كيلومترات jusqu'à la prochaine ferme. إلى المزرعة القادمة. Il y avait bien 3 km. كانت لا تزال هناك 3 كيلومترات jusqu'à la prochaine ferme. إلى المزرعة القادمة. بخوشان يعني قادمة. المذكر نقول بخوشان. نقول مثلا لاندي بخوشان يعني الاثنين القادم. إلي أفي بيان 3 كيلومتر جيسكا لبخوشان فارم. إذن كانت لا تزال هناك 3 كيلومترات إلى حدود المزرعة القادمة. لوم إتي باراليزي دو تيغور. لوم إتي باراليزي دو تيغور. إذن الرجل إتي باراليزي. كما نقول أنه شلة. دو تيغور من الخوف. طبعا كما تلاحظوا هنا كلمة باراليزي لا باراليزي est une maladie qui vous empêche de bouger les bras et les jambes. La paralysie est une maladie qui vous empêche de bouger les bras et les jambes. إذا نتكلم عن الشلل. الشلل est une maladie هو مرض qui vous empêche الذي يمنعك de bouger les bras أن تحرك الذراعين et les jambes والأرجل. On ne peut plus bouger. On ne peut plus bouger. لا يمكننا بعد هذا الحركة. لا يمكننا بعدها الحركة. دي تو بالمرة. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. لن يعودنا بعدها شيء للفعل. بعد الإصابة بالشلل لن تستطيع فعل شيء بعد. On est paralysé. يعني أن في هذه الحالة نقول بأننا مشلولين. On est paralysé. كما نقول أننا شللنا كما نقول. Une grande peur. إذا نتكلم عن خوف كبير. Une terreur. خوف كبير. Une terreur. إذا المقصود بها grande peur. يعني نتكلم عن خوف كبير. Peuvent faire le même effet. Peuvent faire le même effet. يعني أن يمكن أن تفعل نفس المفعول. يمكن أن تفعل نفس المفعول. طبعا الخوف الكبير أيضا يجعل الإنسان مشلولا ولا يستطيع فعل شيء. إذا يكون له نفس التأثير تماما مثل الشلل. On a peur. On a peur. يعني عندما يكون عندنا خوف. On voit le danger. عندما نرى الخوف. Et on ne peut même plus se sauver. إذا لا يمكننا حتى أن ننقذ أنفسنا. Et on ne peut même plus se sauver. ولا يمكننا حتى أن ننقذ أنفسنا. Se défendre. ولا أن ندافع عن أنفسنا. Faire que ce soit. أو أن نفعل أي شيء. أو أن نفعل أي شيء. إذا نتكلم عن كلمة paralysé. أنه مشلول. L'homme était paralysé de terreur. L'homme était paralysé de terreur. إذا الرجل أنه شل بالخوف. Soudain وفجأة il vit quelque chose remuer entre les sapins. Soudain il vit quelque chose remuer entre les sapins. Soudain وفجأة il vit. طبعا عندنا هنا لو فيرب voir au passé simple. طبعا لو passé simple تعني سرعة. إذا نتكلم هنا على لو فيرب voir كما نقول أنه رأى بسرعة أو لمح بمعنى آخر. Il vit quelque chose. يعني وفجأة وهو مصاب بالشلل بسبب الخوف لأن الذئاب تطارده في هذه اللحظة. Il vit. إذا هو يرى quelque chose. يرى شيئا ما. Remuer entre les sapins. Remuer يعني أنه يتحرك.
يبدو شيء ما من بين هاد الأشجار أنه يتحرك. سونيتي با ألو، سونيتي با ألو، يعني أنه لم يكن ذئبا كما هو الحال بالنسبة للذئاب التي تطاردو، مي اون بوغ مونديونت، ولكن يتعلق الأمر بالشحاتة فقيرة. طبعا لو فيغ موندي يعني أنك تشحت. لو مونديون أو مونديونت في المؤنث الشخص الذي يشحت. كون نابلي مالين، مي اون بوغ مونديونت كون نابلي مالين، ولكن يتعلق الأمر بالشحاتة فقيرة كون نابلي مالين، التي كانت تسمى مالين. La vieille femme marchait à la rencontre d'Ilo. La vieille femme marchait à la rencontre d'Ilo. المرأة العجوز marchait، يعني أنها كانت تسير. طبعا نتكلم على الغير marchait أيضا. À l'imparfait. À la rencontre d'Ilo. يعني أنها كانت تسير في عكس اتجاه الذئاب. إذا الذئاب كانت تسير في الاتجاه كما نلاحظ، والمرأة العجوز كانت تسير في الاتجاه الآخر. La vieille femme marchait à la rencontre d'Ilo. Elle ne les avait sans doute pas aperçus. إذن هي بدون شك لم تلمحهم. لم تلمحهم. لم تلمح هاد الذئاب. Elle ne les avait sans doute pas aperçus. Elle ne les avait sans doute pas aperçus. هنا عندنا لو فيرب apercevoir. On a le verbe apercevoir. هذا فعل لمح. إذن Elle ne les avait sans doute pas aperçus. Et donc, elle ne les avait sans doute pas aperçus. C'est l'homme passé devant elle sans l'avertir. C'est l'homme passé. Et le rajoul passé. Un homme marra. Et le rajoul marra. Tabaan, hna adna le verbe passé. C'est l'homme passé devant elle sans l'avertir. Et le rajoul marra. من أمامها سيلون باسي دوفون إل سون لافيغتيغ. إذا الرجل باسي أنه مرة دوفون إل أمامها سون لافيغتيغ بدون إنذارها. طبعا هنا عندنا لو فيغ باسي وماشي لو فيغ سو باسي. سو باسي يعني حدث أو وقع، أما لو فيغ باسي يعني مرة. سيلون باسي دوفون إل. إذا الرجل مرة devant elle أمامها، أمامها هي، أمامها sans l'avertir بدون إنذارها. طبعا لو فيرب avertir يعني هذا فعل أنذر. كما تلاحظون عندنا لو فيرب عندنا هنا l'avertir يعني أنذرها. lui dire que les loups arrivent أن يقول لها بأن الذئاب ستصل. إذا المقصود أنه ينذرها. lui dire que les loups arrivent. L'ont informé. L'ont informé. يعني أن يخبرها عنهم. عنهم هي هاد أن. هنا المقصود بها l'informé. L'informé. أن يخبرها ديلو. ديلو. أن يخبرها عن الذئاب. إذن هذيك ديلو عوضنا بهاد أن. L'ont informé. يعني أن يخبرها عن الذئاب. La prévenir. يعني أنه ينبئها. ينبئها. ينبئها بما سيحصل لها مع الذئاب إن لم تنقذ نفسها. طبعا سيلون باسي دوفون إل سون لافيغتيغ. إذا الرجل مر من أمامها بدون أن يخبرها إل طومبغي سو لاكغيف ديلو. إل طومبغي سو لاكغيف ديلو. إل طومبغي هذا لو فيرب طومبي. طبعا أو كونديسيونيل بخيزون كونجوغي أو كونديسيونيل بخيزون. طبعا الكونديسيونيل بخيزون كما تنعرف بأنه تفيد الشك. إل طومبغي المقصود بها ربما تسقط. هي ربما تسقط. سو لا غريف ديلو. سو لا غريف ديلو. تحت مخلب الذئاب. تحت مخلب الذئاب. طبعا نتكلم عن مخالب الذئاب. هنا طبعا نتكلم عن كلمة مفردة. إذا نتكلم عن مخلب. المقصود بها طبعا كما لو نقول لي غريف ديلو. إذا نتكلم عن مخلب الذئاب. المقصود مخالب الذئاب. الويمام. الويمام وهو نفسه نتكلم عن صانع البراميل أو بائع البراميل. سوغي سوغي. سوغي سوغي. ربما ينجو. وهو نفسه الويمام. سوغي سوغي. ربما ينجو. إذا طبعا كما تلاحظوا هنا
المرأة العجوز التي تسير باتجاه عكس اتجاه الذئاب. Il ne les avait sans doute pas aperçus. إذن هي بدون شك هي لم تراهم. Si l'homme, إذا الرجل passait devant elle sans l'avertir. إذا الرجل مر من أمامها بدون أن ينذرها بدون أن يخبرها. Elle tomberait sous la griffe du loup. ربما تسقط تحت مخالب الذئاب. الومام وفي هذه الحالة مادام أن الذئاب ستنشغل بالمرأة العجوز الومام وهو نفسه سوغي سوغي ربما ينجو. إذن هو إن صمت وترك المرأة العجوز تسير في ذلك الاتجاه المعاكس له وبالتالي فهي في اتجاه معاكس لاتجاه الذئاب. إذن طبعا ستلتقيها الذئاب وستنشغل بها وفي هذه الحالة هو سينجو. الومام سوغي 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 وهو نفسه ربما ينجو. سيل ساغيطي إلى فازي مونتي près de lui, il serait sans doute tué. Tué tous les trois, lui, elle et le cheval. Il serait sans doute tué tous les trois, lui, elle et le cheval. وإذا هو توقف إلى فزمنت près de lui وعمل على إركابها بالقرب منه, il serait. إذن هم سيكونون sans doute بدون شك tué. مقتولين طبعا نتكلم على الفيرب توي هذا فعل قتل. il serait sans doute tué. إذن سيكونون بدون شك مقتولين. tous les trois يعني كلهم الثلاثة. من هم الثلاثة؟ من هم هؤلاء الثلاثة؟ لوي إذن نتكلم عن صانع أو بائع البراميل. ال نتكلم عن المرأة العجوز الشحاتة. إلو شوفال والحصان. إذن كلهم أكيد سيكونون تحت مخالب الذئاب الذئاب التي تطارده. السمم الله في هذه اللحظة طبعا هو يفكر بهذه الطريقة. إن تجاوز العجوز وتركها ربما تنشغل بها الذئاب وهو ينجو, وإن أركبها معه طبعا ستلتحق بهم الذئاب وتأكلهم الثلاثة. السمم الله في هذه اللحظة لي لو بوسير Les loups poussèrent un hurlement sinistre. Idem, الذئاب تطلق. طبعا نتكلم على الغير بوسي. الغير بوسي المقصود به أطلق. يعني أنها تطلق صيحة. سينيستر. كما نقول منذرة. كلمة سينيستر المقصود بها تيريفيون. إذا نتكلم عن مخيف. شيء ما مخيف. كي في بونسي كان مالور فا أريفي. إذا نتكلم عن صوت مخيف تيريفيون كيف في بونسي الذي يعمل على التفكير كمالور بان شرا ما va arriver يعني انه سيحصل سيقع سيصل. هذا الذئاب طبعا الذئاب هنا اطلقت صيحه منذره المقصود بان الصيحه تنذر بان خطرا ما قريب الوقوع. Le cheval bondit et dépassa la vieille femme. إذن في هذه اللحظة طبعا le cheval bondit الحصان bondit طبعا نتكلم هنا على verb bondir هذا فعل قفز. إذن الحصان يقفز et dépassa la vieille femme ثم يتجاوز المرأة العجوز. elle aussi avait entendu le hurlement et avait compris. elle aussi هي أيضا avait entendu le hurlement et avait compris. Elle aussi, وهي أيضا, avait entendu. يعني أنها سمعت. طبعا عندنا le verbe entendre. On a le verbe entendre. Conjugué au plus qu'au parfait. كما تنشوف هنا عندنا le verbe avoir. أو بالأحرى عندنا l'auxiliaire avoir. فاش مصرف؟ مصرف l'imparfait. وعندنا le participe passé الخاص بفعل entendre. جنب بعد منه. الفعل المصرف عندنا في الحقيقة هو لو فيرب أونتوندر مسبوق بأفواغ في لامبارفي وعندنا هنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل أونتوندر. إذا نحصل على لو بلوس كو بارفي الخاص بفعل أونتوندر. إل أوسي وهي أيضا أفي أونتوندي يعني أنها سمعت من قبل. طبعا كما تنعرفوا بأن لو بلوس كو بارفي هو واحد الزمن تيجي في الماضي
ولكن تيجي ولكن تيجي قبل من ماضي اخر. تنتكلموا على جوج الاحداث وقعت في الماضي، الاول وقع في الماضي ولكن قبل من واحد اخر، يعني من حدث اخر وقع حتى هو في الماضي. اللي وقع الاول طبعا هنا في الماضي هو انها سمعت، elle aussi avait entendu، يعني انها هي ايضا سمعت. لو هورلمون يعني انها سمعت الصيحه، اي افي كومبري، ثم انها فهمت، اي افي كومبري ثم انها فهمت. حتى هنا عندنا لو بليسكو بارفي الخاص بفعل كومبروندر، افي كومبري يعني انها فهمت. لوم لافي لوفي لي برا اون لير اي اوفرير لا بوش بور كريي. لوم لافي الرجل راى، طبعا عندما هي سمعت وعندما هي فهمت. لوم لافي لوفي لي برا الرجل راها. عندنا هنا لو فيغ فواغ كما راينا قبل قليل. لوم لافي يعني ان الرجل راها. لوفي لي برا راها ترفع الذراعين اون لير، ترفع ذراعيها في الهواء او في الفضاء. اي اوفغيغ لا بوش بو كريي ثم تفتح فمها، طبعا عندنا هنا وتفتح الفم، المقصود انها تفتح فمها، المقصود انها تفتح فمها بور كريي لكي تصرخ. ال اي بيردي يعني انها كانت مفقوده، المقصود انها لم تكن تعرف ما تفعل. ال اي بيردي يعني انها كانت مفقوده. ميلوي سوري سوفي، ميلوي سوري سوفي وربما هو ينقذها، وربما الرجل ينقذها. إلي ان بروميي موفمون دو سولاجمون يعني كانت عنده، عند الرجل. إلي ان بروميي موفمون دو سولاجمون كانت للرجل، ان بروميي موفمون كانت له حركة أولى. دو سولاجمون، دو سولاجمون كما نقول من الارتياح. سولاجمون يعني نتكلم عن الارتياح أو الراحة بعد التعب وبعد الجهد، يكون هناك ارتخاء. إذا نتكلم عن لو سولاجمون. Il eut un premier mouvement de soulagement. يعني كانت له لحظة أولى كما نقول، حركة أولى de soulagement من الارتياح، من الارتخاء إلى غير ذلك. Mais aussitôt ولكن قريبا. D'un geste brusque بحركة مفاجئة. Il arrêta le cheval. Il arrêta le cheval. هو أوقف الحصان. هو أوقف الحصان. إذا كما نقول على غفلة هو أوقف الحصان. فيان فيت مالين كرياتيل، فيان فيت يعني تعالي بسرعة. عندنا هنا لو فيرب فونيغ على امبيراتيف، قلنا لو فيرب فونيغ على امبيراتيف. عندنا فعل أتى لو فيرب فونيغ على امبيراتيف، فعل أتى طبعا في الأمر، طبعا في الأمر. إذا يقول لها فيان فيت تعالي بسرعة. مالين يعني يا مالين، كرياتيل هو يصيح. مونت فيت دو مونترينو، إذن اركبي بسرعة، اصعدي بسرعة، دو مونترينو، اصعدي بسرعة إلى عربتي. تي فوري ميو دو ريستي شي توا، تي فوري ميو دو ريستي شي توا، أو ليو دو كورير لي غوت في سورسيير. تي فوري ميو، أنت ستعملين جيدا، يعني أنت ستقومين بعمل جيد، دو ريستي شي توا، بأن تبقين عندك، بأن تبقي في منزلك، بأن تبقي في منزلك. أو ليو دو كورير لي غوت، بدل أن تجري الطرقات، بدل أن تجري الطرقات هكذا. في سورسيير كما نقول أيتها الساحرة العجوز. مون شوفال إي موا، مون شوفال إي موا، أنا وحصاني، حصاني وأنا، المقصود به أنا وحصاني. نو زالون بيردغ لا في أكوز دو توا، نحن سنفقد الحياة بسببك. إذا كان عليك أن تبقي في منزلك بدل أن تجري الطرقات هكذا. أنا وحصاني كنا سنفقد حياتنا من أجلك. لا فيسو تيزي، إذن العجوز هدأت. عندنا هنا لو فيرب سوطيغ، قلنا لو فيرب سوطيغ يعني فعل هدأ، إذن فعل هدأ. لا فيسو تيزي، إذن العجوز هدأت. لي باتا دو تخينو غرانسي كونتخ لا كلاس، طبعا لي باتا المقصود بها هاد القضبانين المنحرفتين في الأمام لتسهيل تزحلقها على الجليد. إذا نتكلم عن لي باتا، إذا نتكلم عن هاد العمودين اللذان يتزحلقان على الجليد، وبالتالي تتزحلق من خلالهما
هاد العربة. إذن لي باتا دو تخينو، إذن نتكلم عن هاد القضبانين دو تخينو الخاصة بهاد العربة المجرورة غرانسي. هنا تنتكلمو على لوفير غرانسي، يعني أنك تحدث صوتا، تنقولو حنا بداو تيزيطو. إذا نتكلم على لو فيرب غرانسي، لي بات دو تخينو غرانسي. إذا هاد القضبانين الخاصين بهاد العربة غرانسي، يعني أن كانت تحدث صوتا كونتخ لا كلاس، يعني على الجليد. العربة مع توقفها يعني بدات تسمع داك التزياط ديال القضبانين مع الجليد. اون لونتوندي مانتونو لو هاليتمون ديلو، أنهما بدأ يسمعان مانتونو، يعني في هذه اللحظة الآن. لو هاليتمون ليلو كور إل سو إيسوفلي، الذئاب تجري إل سو إيسوفلي. إيسوفلي كما نقول أنهما يختنقان، لو فيرب هالتي أنها تتنفس بسرعة وبصوت، يعني أنها تلهت. إل هالت يعني أنها تلهت، كما نقول أنها لا تتنفس كفاية وفي نفس الوقت أنها تتنفس بسرعة. كما نقول أنها تقترب من الاختناق، يعني أنها لا تتنفس براحتها. On l'entendait maintenant le halètement de l'eau، يعني أننا نسمع الآن يعني صوت الذئاب، صوت تنفس الذئاب السريع، أو صوت الذئاب تلهت. Nous sommes perdus نحن فقدنا. Nous sommes perdus نحن فقدنا. طبعا عندنا هنا le verbe perdre طبعا كما رأينا قبل قليل elle était perdue، يعني أنها هي كانت مفقودة. عندنا هنا أيضا لو فيرب بيردغ فعل فقد، كما تنشوفوا بأن لو فيرب بيردغ مصرف مع إتخ للدلالة على أن هادنو نحن هم الذين فقدوا، يعني نحن الذين فقدنا. نو سون بيردي نحن فقدنا. أما إذا صرفنا لو فيرب بيردغ مع أفواغ طبعا علينا أن نقول ماذا فقدنا. Nous avons perdu les clés، نحن فقدنا المفاتيح. إذا سنصرف perdre مع l'auxiliaire avoir وليس مع être، أفعال بصفة عامة في اللغة الفرنسية أنها تصرف في الأزمنة المركبة يا إما مع être كما عندنا هنا أو تصرف مع avoir. إذا nous sommes perdus نحن فقدنا. Dit l'homme يعني يقول الرجل. في الفقرة القادمة سنستأنف مع بقية القصة كما نلاحظ. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.